تعتمد القوى السياسية على المشاورات فيما بينها لاختيار بديل عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. المشاورات بدأت فعليا منذ إعلان رئيس الوزراء تقديم استقالته إلى مجلس النواب تحريريا. هناك توجهات لدى الكتل السياسية في وضع آليات جديدة تعتمد عليها الكتل في اختيار الأفضل من المرشحين، فيما تذهب كتل أخرى إلى عادة صيغة الكتلة الأكبر في البرلمان والتي يحق لها ترشيح دون غيره، لأن ذلك يعتمد على مدى توافق الكتل فيما بينها على صيغة تحالفات جديدة دون محاصصة أو توافق. بعض النواب ممن قدموا تواقع 166 نائبا صرحوا أنهم سيشكلون الكتلة الأكبر في البرلمان، ونواب أكدوا رفضهم لاتفاقات الغرف المظلمة وسياسات التوافق التي لم تؤتي إلا خرابة للبلاد. وآخرون يرون أن من أهم عمليات اللازمة في المرحلة المقبلة الحفاظ على الأمن وعدم الانجرار نحو الخراب والفوضى.